يقول: من أدرك التكبيرة الثانية من صلاة الجنازة فهل يقرأ فيها الفاتحة؟ تكرر هذا السؤال. صلاة الجنازة مثل الصلاة الأخرى، ما أدرك مع الإمام فهو أول صلاته، وما فاته فهو آخر صلاته، فيعتبر الركعة التي أدركها هي الركعة الأولى بالنسبة له هو، يقرأ الفاتحة لأنها هي التكبيرة الأولى له. من أدرك التكبيرة الثانية فهي التكبيرة الأولى بالنسبة له، فيقرأ بعدها الفاتحة ويقرأ ويصلي على النبي في التكبيرة التي بعدها، ويدعو للميت التكبيرة التي بعدها، ثم يسلم بعد التكبيرة الرابعة بعد الإمام. إذا سلم الإمام هو ما يسلم، بل يكبر التكبيرة التي فاتته ثم يسلم. نعم.